بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد جمال من حقيقة في دقيقة. موضوع النهاردة هنتكلم فيه إن شاء الله موضوع غريب شوية بس حاصل مع معظم الشباب، هو تضخيم المخاوف بدون منطق. يعني إيه؟ يعني أنا خايف من حاجة إنها تحصل بس مش معاي دليل على إنها هتحصل، فببقى خايف أتقدم. يعني مثلا أنا داخل على خطوة مهمة في حياتي، أو داخل على مشروع معين، أو سواء على أي حاجة أنا داخل عليها، فببقى خايف إني أفشل بس مش معاي دليل على فشلي ده، وده غلط 100%. انت المفروض تعمل اللي عليك وتبذل اقصى طاقتك، والتوفيق ده بتاع ربنا. يعني انت عليك انك تحاول مرة واثنين وثلاثة، والتوفيق ده بتاع ربنا. انت تسعى وربنا يوفق ان شاء الله. فهنديكم مثال عملي على تضخيم المخاوف بدون منطق. زمان ايام الجاهلية كانوا بيقتلوا البنات. ليه؟ كانوا خايفين انها تطلع مش كويسه وتضيع شرف العيله والكلام الخاطئ ده كله، مع ان العكس ممكن يكون الولد هو اللي ممكن يطلع مش كويس وفاسد وفاشل، هو اللي يضيع شرف العيله. بسم الله الرحمن الرحيم، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من الناس من سوء ما بشر، بيتدارى من الناس عشان ربنا رزقه ببنت. فبالعكس ممكن الولد اللي هو يطلع فاشل ويضيع شرف العيله، حتى ربنا بعدها نزل ايه وقال ايه؟ ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. كانوا بيقتلوا الاولاد والبنات. ليه؟ كانوا خايفين انهم ياكلوا معاهم والرزق يقل وما يعرفوش يصرفوا عليهم. نحن نرزقكم واياهم. فلازم يكون عندك الصبر والاجتهاد في اي خطوه تعملها، وتوكل على الله، وما تحت يعني ما تتحوجش غير لربنا سبحانه وتعالى. انت اعمل اللي عليك وشوف انت داخل على ايه بالظبط، واعمل كل المتطلبات اللي انت المفروض تعملها وتوكل على الله، انما التوفيق ده بتاع ربنا، بس يكون عندك الصبر الجميل. طب ايه هو الصبر الجميل؟ لان في كتير مننا برضه ما يعرفش ايه هو الصبر الجميل. الصبر الجميل هو ان تصبر على البلاء وتبقى متيقن بان الله سوف يزيح الغمه، تمام، او سوف ياتي بالفرج. مثال برضه عملي، سيدنا ابراهيم كان عنده 80 سنه وتمنى انه يخلف، قال ربي هب لي من الصالحين، وبشرناه بغلام حليم ولد زي القمر. فلما بلغ معه السعي لما وصل سن الرشد، وده من احلى اعمار الولاد عند اباهم، قال له يا بني اني ارى في المنام اني اسبحك، ارى باستمرار اني اسبحك، فانظر ماذا ترى. فشوف الصبر الجميل بتاع ابن سيدنا ابراهيم، رده كان ايه؟ قال له يا ابتي افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما سلم وتله الجبين قلنا أي إبراهيم قد صدقت الرؤية، وإنا كذلك نجزي المحسنين. فربنا كرمه وما ذبحش ابنه، فده الكبش والقصة اللي احنا عارفينها دي. فتلازم يكون عندك الصبر الجميل على كل حاجة انت عايزها، وما تنساش مفيش أكرم وأحن من ربنا عليك مهما كان مين من البشر. اوعى تلجأ في حياتك للمخلوق، خليك دايما مع ربنا، لأنه مفيش أحن منه عليك، ومفيش اكرم منه عليك، لانه بيسامح لدرجات انت ما تتوقعهاش. هحكي لكم قصه عن رحمه وكرم ربنا هتعجبكم خالص، اسمعوها كده. حج رجل بيت الله الحرام 33 مره، فجاء في المره الاخيره اللي هي 33 قال ايه؟ اللهم اني اشهدك اني زرت بيتك هذا 33 مره، فمره لابي ومره لامي ومره لنفسي و30 مرة وهبتها لمن طلع عرفات ولم تستجب له. فنزل إلى المزدلفة فأخذته سنة نوم، فسمع منادي ينادي ويقول اسمع رعاك الله. فسمع منادي يقول إيه؟ يا عبدي أتتكرم على من خلق الكرم؟ يا عبدي أتتجود على من خلق الجود؟ وعزتي وجلالي لقد غفرت لأهل عرفات قبل أن أخلق عرفات بألفي سنة. الله أكبر، شوف رحمة ربك، شوف رحمة ربنا وكرمه عليك. يعني تتوقع من ربنا اللي ما تتوقعش انه يحصل اصلا، وربنا ان شاء الله هيكرمك، وباذن الله اي حاجة نفسك فيها هتحققها. لو عجبك الفيديو عجبتك القصة، لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.